بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. درسنا اليوم الإيون. الإيون هي ذرة طرأ عليها شيء فتحولت إلى إيون. تحت تأثير خارجي، إما تفاعل كيميائي أو درجة حرارة عالية إلى غير ذلك. مثلا نأخذ ذرة الأكسجين، لها الزد تساوي 8، فهي ذرة تتكون دائما من نواة وهناك إلكترونات. عندما تتحول إلى إيون، أيضا الإيون له نواة وهناك إلكترونات. الزد تساوي 8، أي أن عدد دقائق الموجبة 8 بلس، وبالتالي سوف يكون لديها 8 إلكترون. دائما عدد دقائق الموجبة تساوي عدد دقائق السالبة بالنسبة للذرة، لكن بالنسبة للإيون هناك تغير. دائما عدد الدقائق دائما تبقى كما هي، وهي يعني موجبة 8 بلس، ولكن المشكل الذي يطرح وهو أن عدد الإلكترونات تتغير. التجارب توضح لنا أن الأكسجين له قابلية لاكتساب إلكترونات، وعدد الإلكترونات المكتسبة هي 2 إلكترون، يمكن أن يأخذ أو يضيف إلكترونين إلى هذه الثمانية، فيصبح بالتالي له 10 إلكترونات. ولذلك نلاحظ أن شحنة الإيون غير منعدمة. بالنسبة للذرة، كل إلكترون له شحنة ناقص E، وبالنسبة للنواة كل دقيقة موجبة لها شحنة زائد E، وبالتالي شحنة النواة 8 E، شحنة إلكترونات ناقص 8 E صفر. نقول أن الذرة متعادلة كهربائيا، لكن بالنسبة للإيون نلاحظ أن شحنة نواة، دونك شحنة نواة إيون، دونك 8 E، 8 E، وشحنة إلكترونات، شحنة إلكترونات ديال الإيون تساوي ناقص 10 E، وبالتالي أن الإيون يتكون مثل الذرة من نواة إلكترونات. عندما نقوم بجمع يعني شحنة نواة زائد شحنة إلكترونات، ناقص 10 E 8 E تعطينا ناقص 2 E. فشحنة الإيون غير منعدمة. في هذه الحالة أن الأكسجين اكتسب إلكترون فتحول إلى إيون سالب. قاعدة: إذا كانت لدي ذرة تكتسب إلكترونات فتتحول إلى إيون سالب، إذا كانت ذرة تفقد إلكترونات مثل مثلا الألومنيوم يفقد ناقص 3 إلكترونات يتحول إلى إيون موجب Al 3+. قاعدة: دائما عفوا إذا كان لدي
صيغة الإيون مثل هذه الحالة، فيمكن معرفة شحنة هذا الإيون. فشحنة هذا الإيون هو 3 أو. بالنسبة للأكسجين، الأكسجين يكتسب 2 إلكترونات، وهذا 2 أو، هذا أو ليس بشحنة ابتدائية، تسمى برمز، رمز الإلكترون، هذا أو تسمى برمز إلكترون، إلكترون. ف O زائد 2 إلكترون نحصل على O 2 ناقص. وشحنة هذا الإيون وهي ناقص 2 أو. يمكن أن نقول لدينا طريقتان لمعرفة شحنة الإيون، إما بالطريقة الأولى الإيون يتكون من نواة وإلكترونات، شحنة نواة زائد شحنة إلكترونات نحصل على هذا العدد ناقص 2 أو. أو طريقة أخرى إذا كانت لدي الصيغة مثلا إكس إم بلس، فشحنة الإيون هو إم أو. وإذا كان مثلا صيغته إكس ناقص إن، فشحنة الإيون هو ناقص إن أو. ثانيا، ما هو الفرق بين كاتيون وأنيون؟ كاتيون هو الإيون، إيون موجب مثلا Al 3 بلس، إيون موجب كاتيون. مثلا H بلس، إيون موجب. بالنسبة للأنيون هو إيون سالب، مثلا Cl موان كلور، إيون سالب. الأكسجين 2 موان إيون سالب يسمى أنيون. كاتيون الإيونات الموجبة، أنيون الإيونات السالبة. ثالثا، ما هو الفرق بين إيون أحادي الذرة وإيون متعدد الذرات؟ إيون أحادي الذرة أي يتكون من ذرة واحدة مثلا H بلس، إيون أحادي الذرة مثلا Al 3 بلس الألومنيوم. بالنسبة إيون متعدد الذرة أي متعدد الذرات مثل OH- هذا إيون يتكون من ذرتين أكسجين هيدروجين وله شحنة مما يدل على أنه إيون، هذا إيون متعدد الذرات. كذلك H3O بلس هذا أيضا إيون متعدد الذرات مثلا SO4 جوج ناقص، هذا أيضا إيون متعدد الذرات يتكون من S كبريت و الأكسجين، أي يتكون من ذرة واحدة كبريت وأربع ذرات أكسجين، وأنه اكتسب إلكترونين. بالنسبة للألومنيوم هذا الإيون فقد 3 إلكترونات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.